قبل اسبوع في سوريا رايح يزور سيدة زينب، شد انتباهي. هاي علي، كلمة علي هاي شدت انتباهي، لا بأس انقلها اليكم واصل الى الختام ان شاء الله. واحد من كادرنا في الحملة، واحدة من المؤمنات راحت سوريا مع حفيدها طفل صغير ابن بنتها، تبين في الحدود بان جوازه منتهي، جوازه منتهي، يعني شو ممنوع الدخول، شو تسوي به الان، وين تروح؟ حملة في باص كامل، شو تسوي؟ تعطلت الحملة أكثر من 5 ساعات، مو عارفين لا يروحوا ولا يردوا ولا يتركوها، ماكو أحد لها هنا. في الأخير أعطوها واحد من الكادر، شوف لك حل، شوف سيارة، لوموزين، باص، ماكو انقطاع، الناس رايحة مو رادة. يقول شو يسوي؟ والله يخبرني هذا الكادر المؤمن، شاف انا اخذت بالي هاي الكلمه، يقول صرت افكر شو اسوي؟ مو انتم الخطباء تقولوا انت خوب علي وانتم تعلمونا، يقول انا صرت افكر شو اقول وانا رايح ازور السيده زينب وهاي المراه، يقول صحت هالكلمتين، نادي عليا مظهر العجائب. ها كملوا كملوا، ولا عونا لك في النوائب. علي علي ما حد يقول لعلي ما يجاوب، ها؟ اي يقول انا بس كملت البيت الثاني، السبل منقطعه خلاص، ما اكو مجال. يقول مظهر العجائب ياتيك عونا لك في النوائب، بكلمه الباء او بحرف الباء، واذا سياره الشرطه واقفه على راسي. حول، خفت انا، شنو هذا؟ قال انت فلان؟ لكن قال تفضل، بطل، تفضل اركب، اصعد. شو صاير؟ اركب، لا يهمك، خلي المراه تركب، معززه مكرمه، لا تخافوا. اخذ الى باص ينتظرهم في محطه بعيده، ها الشرطه، ها وصل. يقول ها ترى اتصلوا لنا من بلدكم، يريدون نساعدكم بالواصل، هالدقيقه هذه الان، ها؟ الدقيقة هذه كان اتصال من بلدكم، واحد عنده واسطة، اتصل وجابوني إليك براس الخدمة. ودى المرأة ركبها في باص راد للبلد مأمن، واس من الجماعة ركب، قال لي اصعد. بعد وين؟ قال لي أوديك براس الخدمة إلى حملتكم وين ما كانت. ركبت وياه معزز مكرم، وصلني إلى الباص، مع السلامة روح. يقول بس هالكلمة وهذيك تصيح، صاحت يا مغسل.